وللوقوف على آخر التطورات بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مع استمرار المجازر والانتهاكات ضد المدنيين في غزة والضفة الغربية، ولمتابعة آخر المستجدات بشأن المفاوضات بين حركة حماس وحكومة الكيان المحتل، ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني السيد سامر عوض. أستاذ سامر، بداية مرحبا بك، هل لك أن تطلعنا على آخر المستجدات فيما يخص مفاوضات الدوحة؟ الأمور تجري في عجلة الزمن باتجاه الاتفاق، لكن هذا سيأخذ زمنا. يعني هذه المرة الأولى بعد كل جولات المفاوضات والمراوغة من قبل نتنياهو والطرف الإسرائيلي نصل إلى لقاء يعني يجمع الحديث في التفاصيل. حتى وإن كان يحاول نتنياهو عرض التصريحات التي تفضلتم بها في البداية في قضية إظهار بأنه حماس تنازلت وقدمت عروض أو تعديلات جوهرية في الموضوع، إلا أن الحقيقة بأنه إيجابية حماس لم تتغير منذ اليوم الأول حتى اللحظة التي عرضتم فيها تقريركم على تصريح عضو المكتب السياسي علي بركة. هي تتعامل إيجابية مع أي اتفاق يضمن أمرين، الأمر الأول طبعاً حق الشعب الفلسطيني كاملة، والأمر الثاني يخفف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة الذين أصبحوا بشكل ممنهج يعانون صباح مساء بكافة الأسلحة التي استخدمها الاحتلال. الاتفاق الآن في الدوحة فيه تقدم حقيقة، خاصة وأن الحديث الآن يتجه باتجاه عدم التنازل، يعني حتى يعني يتم توضيح هذا الأمر من قبل حركة حماس والمقاومة، إنما يتم الحديث حول قضية الضمانات في قضية الانطلاق في المراحل. المرحلة الأولى باعتقادي ستشمل وقف إطلاق نار من الطرفين كما تفضل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وبالتالي هذا هو الموقف الرسمي الذي يبنى عليه بأنه حركة حماس لم تتنازل عن وقف إطلاق نار تام، بل على العكس يكون إطلاق في المرحلة الأولى وقف إطلاق النار من كلا الطرفين، يتم التفاوض خلاله في قضية وقف إطلاق النار التام، وأيضا يتم الحديث عن عدد الشاحنات التي وصلت إلى 100 شاحنة خلال الأيام التي يعني يوميا التي ستدخل إلى قطاع غزة. في المرحلة الثانية طبعا سيتم في المرحلة الأولى أيضا تبادل الأسرى ما بين الطرفين، نوعية الأسرى سيتم الاتفاق أيضا عليها من كلا المحتجزين. طبعا هناك أنباء وردت أكدت تبني حماس تعديلا كبيرا فيما يخص موقفها من الاتفاق، وكما هو معلوم يعني حماس منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر هي متمسكة بموقفها. هذا التعديل يعني كيف لك أن تصفه لنا؟ باعتقادي التعديل الآن هو الذكاء في التعامل مع شيطان نتنياهو الذي يكمن في التفاصيل التي دائما يعني يتحجج ويتذرع بها نتنياهو في عدم الاتفاق، لكن واضح الآن في هذا المجال أن نتنياهو لا زال يراوغ، بمعنى إرسال رئيس الوفد دون الوفد، والوفد الرئيس هو المقرب لنتنياهو دون وجود الأعضاء الذين يمثلون عائلات الشهداء في المستوى الأمني، يعبر عن حقيقة خلاف داخل مستوى الاحتلال في الموافقة إذا ما تمت الصفقة. أيضا تهديدات بن جبير تشكل ورقة ضغط على نتنياهو، لكن نتنياهو بعد اتصاله مع بايدن يؤكد أنه يجب الموضوع في الاتفاق. باعتقادي أنه على سؤالك الكريم نتجه بقضية أنه حركة حماس لم تتنازل عن وقف إطلاق النار التام، بل راوغت في قضية التكتيك في التعامل مع الأمر الذي يعطل الاتفاق، بمعنى هي الآن تتحدث عن كما تحدث عضو المكتب السياسي في هذا المجال بأنها لا تتحدث عن قضية وقف إطلاق النار من الطرفين، يتم التفاوض خلاله على اتفاق تام يجب أن يفضي إلى تام، ويتم التبادل خلال هذه المرحلة ما بين المحتجزين. باعتقادي هذا هو الاتفاق الذي يعني التعديل الحقيقي الذي كان يرفض يعني نتنياهو في قضية أمرين، الأمر أن يكون الاتفاق وعليه ضمانات بانسحاب كامل في المراحل الأولى ليس تفاوضا عليه، والأمر الثاني قضية الانسحاب الكلي من قطاع غزة دون التفاوض عليه، بمعنى المرحلة الأولى ستبدأ لكن سيكون فيها تفاوض على هاتين النقطتين، يبدأ فيها وقف إطلاق نار من الطرفين بشكل كامل دون أن يقوم أحد الطرفين بانتهاكه، أيضا يتم انسحاب قوات الاحتلال بشكل جزئي من الأماكن التي فيها فلسطينيين بشكل كثيف، يعني نتحدث عن المناطق التي فيها كثافة سكان، ويتموضع في بعض النطاق، ثم يتم الاتفاق في المرحلة هذه على قضية مدى الانسحاب إلى أي مجال، لكن سينتهي بتام كما تريد حركة حماس، وهذا أيضا يرضي الطرف الإسرائيلي بقضية الانسحاب الجزئي بعدم أو الوقف الجزئي بوقف إطلاق النار التام بعدم إظهاره قد استجاب إلى حركة حماس، وبالتالي ينزل نتنياهو عن الشجرة بطريقة ترفع يعني
دعنا نسميها يعني تراعي ماء الوجه بعد الهزيمة التي حدثت به في 7 أكتوبر والهزيمة في عدم تحقيق الأهداف بعد 7 أكتوبر خلال 9 أشهر من العدوان دون تحقيق أي هدف من الأهداف. لم يستطيع أن يستعيد الأسرى بالضربات العسكرية ولم يستطيع القضاء على حركة حماس، على العكس الآن يستعيد الأسرى بالتفاوض مع الحركة التي أراد أن يقضي عليها. ما مدى أثر يعني وجود خلافات عميقة ربما غير ظاهرة للعلن والدليل طبعا داخل حكومة الاحتلال، والدليل يعني رئيس جهاز الموساد ديفيد بيرنيع توجه إلى الدوحة دون الوفد المرافق له، وذكرتم أيضا يعني هذا الدليل على وجود خلاف. هذه الفقرة تحديدا هل نستقرئ منها ربما مؤشرات مستقبلية تكون إيجابية لصالح الفلسطينيين؟ يعني نتنياهو في هذا المجال أعلن كلمة قال إنه لا زال هناك خلافات برغم الإيجابية التي أبدتها حركة حماس في الموضوع، لكن هناك ثلاثة ضغوط حقيقية الآن على نتنياهو. أيزنكوت كان واضح في تصريحه وهو يمثل المستوى العسكري في قضية إنه أصبحنا قريبين من الاتفاق، وباعتقاد يذكر إنه الحديث يتم على 3 أسابيع، بمعنى هناك 20 إلى 30 يوم يتم إنهاء الشيطان أو كمح، دعنا نسميه طرد الشيطان من التفاصيل في قضية جسر الفجوة بين الطرفين في قضية الاتفاق على التفاصيل التي تمثل حقيقة عائقا لنتنياهو، لأنه وقف إطلاق النار التام دون تحقيق الأهداف ويمثل هزيمة بالنسبة لنتنياهو، الانسحاب الكلي وأيضا يشكل نوع من حالة المعارضة داخل والخطر على الائتلاف مع بن غفير وسموتريتش، لأنه الانسحاب الكلي خطر على مشروع سموتريتش في الاستيطان داخل قطاع غزة، وبن غفير صرح علانية بأنه أي اتفاق دون أن نكون موافقين عليه سيؤدي إلى حل الائتلاف، وبالتالي تهرب المظلة التي تطير المظلة التي تحمي نتنياهو على مدار 9 أشهر في الحرب والمقارنات الفردية. لكن هذا الضغط أيضا يدعم ضغط عائلات الأسرى التي هددت بأنها ستبقى في الشارع وستقوم بكل ما من شأنه أن يفضي إلى اتفاق في الأيام القادمة، والموافقة الأمريكية في خلال الاتصال واضح بأنه تدفع باتجاه أن يكون هناك اتفاق، والدليل أنه وجود الآن مراقب أمريكي داخل بين الوسطاء في هذه المرحلة. باعتقادي أن الفجوة أصبحت قريبة، الخلاف في التفصيلتين حقيقة هي تفصيلة وقت إطلاق النار منذ البداية أو الحديث على الاتفاق والتفاوض عليه في المرحلة الأولى ينتهي خلال المراحل الثنتين بعدهما، وقضية أيضا الانسحاب الكامل الذي سيفضي أيضا سيتم التفاوض عليه وسيفضي في المرحلتين الثالثتين. هذا يعطي نوع من الأريحية لنتنياهو بأنه لم ينسحب كليا تحت شروط حركة حماس، إنما تم التفاوض على الأمور بموافقة أمريكية ومباركة من قبل الطرف الأمني أو الجهة الأمنية داخل حكومة الاحتلال والمشهد السياسي للاحتلال، وأيضا بما يرضي المجتمع الإسرائيلي وخاصة عائلات الأسرى. ضمن هذا النطاق باعتقادي أن نتنياهو سترضخ له السادية التي يعني يحملها في قضية يرضيها في قضية أنه لم ينكسر أمام حركة حماس، وفي المقابل حركة حماس في المرحلة الأولى تحصل على ما تريد في قضية وقف إطلاق نار ينتهي بتام، وأيضا انسحاب جزئي ينتهي بتام، والتفاوض على نوعية الأسرى وأين سيتم الإفراج عنهم وأحجامهم وأعمارهم. أستاذ سامر، أيضا يعني هناك تظاهرات عارمة، وهذه التظاهرات ربما تكون شبه يومية، هناك ضغط من قبل المستوطنين يعني على حكومة نتنياهو للقبول بمبادرة وقف إطلاق النار ويعني إيقاف هذه الحرب، هل تعتقد أن هذا له علاقة أو ربما يؤثر فعليا في وقف إطلاق النار؟ باعتقادي هناك 5 أهداف أخي في موضوع الضغوط التي تمارس على نتنياهو والتي دفعته. أولا، هذا سبب من الأسباب هي قضية حراك عائلات الأسرى داخل الشارع الإسرائيلي والذي أرق نتنياهو على مدار 9 أشهر. الأمر الثاني، عدم تحقيق الأهداف، بمعنى 9 أشهر لم يستطع نتنياهو أن يعيد الأسرى، وبالتالي جدوى الحرب أصبح لا جدوى لها، وبالتالي يجب إيقاف الحرب التي أصبحت تستنزف جيش الاحتلال في قطاع غزة. ثانيا، ما يحدث أيضا في الجبهة الشمالية والتي أصبح الآن من المؤرخ لكل المراقبين والفلفاء الأمريكيين والدوليين في قضية أن تتسع رقعة الزيت بما يشكل خطر على الوضع السياسي داخل المشهد السياسي أيضا في المنطقة وداخل حكومة الاحتلال، بالإضافة إلى الحالة التي تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تريد أن تقدم شيئا أمام جمهور الديمقراطيين الذين أصبحوا الآن على نوع من الخطر بعد انحيازهم لدولة الاحتلال عام 9 أشهر، والأخير في قضية صلابة وصمود الشعب الفلسطيني الذي لم يسمح لنتنياهو تحقيق ما يريد خلال 9 أشهر. باعتقادي إذا تجاملت هذه الأمور وتكاملت تشكل عاملا ضاغطا قويا المجتمع
الان على نتنياهو، لكن الاشكال الحقيقي بان نتنياهو الان يتسلح بالمظله التي تمثل الائتلاف والتي لا تستطيع ان تغير اي من مواقفه السياسيه او تشكل خطرا على وجوده السياسي في المشهد، وبالتالي يمضي قدما فيما يريد دون يعني ان يأبه في اي شيء اخر، حتى في قضيه ما يصرح به المعارضون او حلفاء المعارض داخل المجتمع الاسرائيلي. بن غفير وسموتريتش يوفر له الغطاء الامني او الغطاء السياسي لبقائه في المشهد وادارته للمشهد بالائتلاف الذي يمثل اغلبيه الكنيست، وبالتالي يبقى مسلحا بهذا الائتلاف، وبالتالي هذه التي تمنع قوى الطرف ان تشكل حقيقه قوى ضاغطه في تغيير الموقف لدى نتنياهو. شكرا جزيلا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الاستاذ سامر عوض.